أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجي دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأصداد الجوية تتوقع أنه النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والشمال الصعيد، وهيكون شديد الحرارة على جنوب محافظات الصعيد ومعتدل على وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة كان في شبورة مائية الصبح على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. يعني يا دكتور، النهاردة القاهرة بتسجل 30 درجة زي امبارح، هل هيكون الأيام الجاية في تقلبات ولا هيكون نوعا ما في استقرار؟ بالفعل يمكن احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، يعني درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لأن احنا طبعا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، فبتجعل الأجواء خلال فترة النهار ربيعية، نقدر نقول حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة تماما على محافظات سواحلنا الشمالية، أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة كمان هتظل أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار، وهنلاحظ في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل بدأنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل، اللي هي متوقع تكون ما بين 18 و 19 درجة مئوية خلال فترة الليل، أجواء لطيفة خلال فترات الليل، فيما عدا سواحلنا الشمالية الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة. بالفعل الأجواء دي مستمرة معانا كمان لغدا الخميس بنفس درجات الحرارة تقريبا، بالإضافة كمان إن طبعا في شبورة مائية بتتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، لكنها تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، وبدأت الرؤية يعني الآن على أغلب الطرق اتحسنت والشبورة المائية تلاشى، مع كمان وجود نشاط للرياح تحديدا خلال فترة المساء مع ساعات المغرب. نشاط الرياح ده بيكون على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري، وبيبقى احيانا كده وبيزود احساسنا بالاجواء الربيعية اللطيفة، زي ما بنقول نفس الاجواء تستمر لغدا الخميس باذن الله، لكن متوقع من يوم الجمعة القادمة يكون في ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 3 درجات، يعني متوقع الجمعة تكون 33 درجة مئوية، ذروة الارتفاعات هتكون يوم السبت. خلينا ننوه ان الارتفاعات دي هتكون على كافه انحاء الجمهوريه، وهتكون ملحوظه جدا في محافظات الشمال وجنوب الصعيد، لان فيها العظمى هتوصل وتتجاوز ل 40 درجه مئويه، توصل على جنوب الصعيد ل 44 درجه مئويه، يعني اجواء تكون شديده الحراره في جنوب البلاد خلال الجمعه والسبت والحد باذن الله. طب يا دكتور، ايه ابرز الظواهر الجويه اللي هتكون موجوده الايام اللي جايه، وخصوصا يوم السبت اللي هتكون ذروه درجات الحراره زي ما حضرتك قلتي؟ هي ابرز ظواهر جويه الى نهايه الاسبوع هو طبعا الشبوره المائيه، فيما بعد يوم السبت هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيبقى على اغلب مناطق الجمهوريه، ممكن نلاحظ كمان اثاره لبعض الرمال والاتربه في بعض المناطق الموجوده في جنوب البلاد زي طبعا الاقصر واسوان وشمال الصعيد كمان المنيا واسيوط، بالاضافه ان يوم الخميس القادم ان شاء الله وغدا هنلاحظ فرص لسقوط الامطار على اقصى غرب البلاد، طبعا زي ما السلوم ومصروف وسيوه في فرص سقوط الامطار الخفيفه هناك، لكنها امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. دايما الربيع معروف بتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فاحنا دايما نتابع نشرات الجويه عشان لو في تحديث في الخرائط الجويه احنا دايما بنعلنه اول باول بنشراتنا، وهننصح الساده المواطنين طبعا في الفتره دي ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصة فترة الظهيرة، لأن ده الفترة اللي احنا بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم تقريبا من الساعة 12 الظهر للساعة 2 أو 3 العصر. بالنسبة يا دكتور للأسبوع اللي جاي، متوسط درجات الحرارة هتكون قد إيه؟ احنا لسه بنقول ان في ارتفاع من بدايه الاسبوع، يعني احنا بدايه الاسبوع اللي هو يوم السبت هيكون العظمى او اعلى درجه حراره هنسجلها توصل ل 35 و36 على القاهره الكبرى، بعد كده ان شاء الله متوقع تنخفض درجات الحراره توصل ل 33، وان شاء الله الاجواء تبقى مشابهه لاجواء هذا الاسبوع اللي هي ما بين ال 30 وال 32 درجه مئويه.
شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، والبدايه كالعاده هتكون مع القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 30 والصغرى بتسجل 18، الاسكندريه العظمى 24 والصغرى 17، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 16، سيوة العظمى 29 والصغرى 15، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 17، دمياط العظمى 26 والصغرى 18، الاسماعيليه العظمى 30 والصغرى 19، السويس كمان بتسجل 30 والصغرى بتسجل 18. هنروح للعريش، العظمى فيها 25 والصغرى بتسجل 16، طابق العظمى 32 والصغرى 18، سان كاترين العظمى 26 والصغرى 12، شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، الغردقه العظمى 33 والصغرى 24، الفيوم كمان بتسجل 33 والصغرى 18، بني سويف كمان بتسجل 33 والصغرى بتسجل 18، المنيا العظمى 34 والصغرى بتسجل 18. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 34 والصغرى بتسجل 18، سوهاج العظمى 37 والصغرى 20، قنا العظمى 39 والصغرى بتسجل 23، الأقصر العظمى 40 والصغرى 23، أسوان النهارده بتسجل أعلى عظمى وهي 41 والصغرى في أسوان بتسجل 25، الوادي الجديد العظمى 37 والصغرى 23، شلاتين العظمى 33 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى بتسجل 20. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك. شكرا ليك يا أنت.